عايز حاجة كده تطمني إن ربنا راضي عني، عايز أمشي في الدنيا كده وعندي إحساس إن ربنا يعني مش غضبان عليا، أنا ربنا مديني ولما بطلب بيديني، فهل ده كفاية ولا إيه الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب في فيديو جديد وكيف نعيش بالقرآن. نفسنا يا إخوانا القرآن ده فعلا يكون منهج حياة مش مجرد آيات تتلى. تعالى النهاردة نفتح سورة البقرة عشان نجاوب على السؤال ده. ربنا بيقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ربنا اختبر سيدنا إبراهيم ببعض التكاليف الشرعية فأتمها سيدنا إبراهيم، فربنا بيكافئه، قال إني جاعلك للناس إماما، هتكون يا إبراهيم إمام لهم في الدين. فسيدنا إبراهيم بيقول له يا رب، قال ومن ذريتي، طيب وكمان ينفع الذرية بتاعتي يكونوا برضو أئمة في الدين؟ فربنا قال له قال لا ينال عهد الظالمين. لا يا إبراهيم ما ينفعش، مدام أمر متعلق بالدين والإمامة في الدين فدي ما بتكونش إلا للمؤمن الصالح حتى لو كان من ذريتك يا إبراهيم، ده دين. بعدها بآية ربنا بيقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، مكة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طب يا رب ارزق، ما انت يا رب علمتني بقى اللي انا ايه المؤمنين بس اللي هيبقوا عندهم الإمامة في الدين، فانا هو بقول برضو ارزق بس يا رب المؤمنين من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فربنا قال له قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لا يا إبراهيم، أنا كمان حرزق المؤمن وحرزق الكافر. قال ومن كفر، الرزق ما دام متعلق بأمور الدنيا فربنا يديها لكل حد، يديها للمؤمن ويديها للكافر، إنما الدين ربنا ما يدروش إلا للمؤمن وإلا للصالح. فربنا رفض طلب إبراهيم في أول مرة ورفض طلب إبراهيم في المرة الثانية، عشان نتعلم درس مهم جدا، إن الدين ربنا لا يعطيه إلا لمن يحب، أما الدنيا فربنا يعطيها لمن يحب ومن لا يحب. الدنيا دي هينة قوي عند ربنا، لو الدنيا دي ذات قيمة عند ربنا لم يسقي فيها الكافر شربة ماء، لو ليها أي قيمة ما كانش يستحق الكافر اللي بيكفر بربنا يشرب كوباية مية، لكن هي هينة قوي عند ربنا. فإزاي يا ربنا راضي عني؟ شوف رب حالك مع الدين عامل إزاي، شوف حالك مع الدعوة إلى الله، حالك مع الأعمال الصالحة، حالك مع صلاة الفجر، حالك مع العبادة، حالك مع طلب العلم، تعلم دينك. طول ما أنت ماشي في السكة دي يبقى أعرف إن ربنا راضي عنك. والعكس مش العكس بقى، ما تقسش رضا ربنا بأمور الدنيا، الرزق والفلوس والعربيات والأولاد، ولما بطلب حاجة ربنا بيديها لي، ما دام امور دنيويه ده مش مقياس، الكافر ربنا مديله والمؤمن ربنا مديله. فاوعى تقيس رضا ربنا عنك بان ربنا مديلك في الدنيا، الدنيا دي بيديها لاي حد ربنا عز وجل، لمن يحب ومن لا يحب، بامره هو، باذنه هو. حتى ربنا قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، هو عشان اديتك يبقى انا اكرمتك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، وأنا عشان ما اديتلكش يبقى أنا أهنتك، كلا لا ده صح ولا ده صح، ما تقولش ده ربنا راضي عنه بيديله، قال بيديله ليه؟ بيديله ممكن يكون عقوبة عشان يفضل في المعصية فيموت على المعصية. إنما اللي احنا متأكدين منه إن الدين هو علامة رضا الله عن العبد، قال لا ينال عهد الظالمين أبداً. فتكون إمام في الدين وتكون رجل صالح وتكون رجل مقبل على طاعة الله، دي من علامات رضا الله، غير كده أنت مش مطمن. وطبعا مفيش اطمئنان كامل في 100%، مفيش حاجة اسمها، لأن الله أعلم أنت مخلص ولا مش مخلص، بس دي تبقى علامات وإشارات. ولذلك الشيخ ابن باز لما سئل كيف يطمئن العبد في الدنيا قال إذا أحسن العمل اطمئن، ما دمت بتحسن العمل بتحسن العبادة، هي دي قيمة الحياة يا إخوان، اللي احنا نخرج منها بأعمال صالحة، فعملت أعمال صالحة أعرف اللي أنت
على طريق الخير. مش معنى كده احنا نرفض الدنيا، لا، ان الدنيا ناخدها ونسعى اليها، بس الدنيا في ايدينا مش في قلبنا. انما الاساس اللي بنسعى اليه اللي هو علامه رضا ربنا علينا الدين. ربنا لو ادالك الدين يبقى هو راضي عنك باذن الله عز وجل. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت، شرفوا القناه، اشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم.